الجاكيت اللي قدامي، هو طبعا انا صورت لكم جواكت كتير، سواء من اول ما كانت قماش لغاية ما اتعلقت كده، بس انا عايز يعني حبيت اصور الجاكيت دوت لواحدة اصلا عزيزة عليا. هي بتطلب دايما الكم القطعتين، يا جماعة كم القطعتين من الاخر صعب جدا جدا ان هو يتشرح على اليوتيوب، تمام؟ لان اصلا صعب فهمه، مش هنضحك على بعض، يعني في 100,000 فيديو للكم القطعتين على اليوتيوب، قول لي كده حد فهم منهم حاجة. فاحنا مش هنعبي كلامه خلاص، احنا مش هنعبي كلامه خلاص الكلام دوت، لو احنا ايه عايزين نستنفع من اليوتيوب او حاجة، لكن لا لا. انا اديت لكم قبل كده طريقة الكم نفسها، ماشي؟ انا عايزك الكم ده مش كم قطعتين بس، انت شايف الشياكة بتاعته، عايزك تفرق لي وعايزك تفرقي لي ما بين الشكل بتاعه وما بين شكل الكم القطعتين. شايف الكم وشايف ظبطته وشايف شكله اهو، تمام؟ وهشرح لكم برضو الكم ده كيفية ايه عمل الحردة بتاعته قد ايه، ماشي؟ عمل الحردة بتاعته قد ايه. تعال بقى نخش في الفيديو نفسه ونبص للياقة ونبص لشياكتها، ومع ملاحظة حاجة، ان الجاكيت ده ايه مش مبطن، مش مبطن يعني جاكيت كتان اهو، الخامة بسم الله ما شاء الله، شايف الشكل بتاعه وشايف يعني شايف الفينش بتاع اللياقة، شايف الشكل بتاعها، ماشي؟ ادي اللياقة اهي من الناحيتين، شايف الشكل بتاعها، شايف الكسرة بتاعتها، تمام؟ قصة البرنسيس ومدى ظبطتها اهي، ماشي؟ قصة البرنسيس مدى ظبطتها، الديل نفسه حتى لو الـ حتى لو الايه لو الديل من تحت مش دوران او حاجة، هو ستريت اهو، ماشي؟ وادي الكم زي ما قلت لحضراتكم. تعال بص لي كده للزرار نفسه، الزرار نفسه يعني حتى يعني واخد زي ما احنا بنقول ايه باللغة المصرية، واكل من مية القماش نفسه، ماشي؟ الشكل بتاعه بالديجرادي اللي فيه البيج لغاية ما يوصل لدرجة الكافيه أو البني، بنفس الديجراديهات اللي هي موجودة في الإيه في الخامة نفسها. لاحظ معايا إن أنا حاطط 3 زراير أهو، تمام؟ بس مش عامل عراوي، ليه؟ لأن الجاكيت ده لسه ما اتقس، ماشي؟ فممكن عايز أطول، عايز أتأثر، ماشي؟ لو قصرت الجاكيت يبقى محتاج إن أنا إيه آخر زرار دوت أرفعه، آخر زرار دوت إيه أرفعه، لأن هي لو قصرت فيه، تمام؟ او ممكن يشال خالص اخر زرار، فبالتالي ما قدرتش اعمل عراوي الا لما يتقاس الجاكت، تمام؟ انا بس حبيت انبه على نقطة اساسية، نقطة ايه يا جماعة اللي احنا قلنا عليها اساسا، نقطة الكم القطعتين، ماشي؟ صعب جدا ان هو يتشرح، انا هحاول والله، انا هحاول اشرحه لكم عشان يبقى ايه عملت اللي عليا، بس انا زي ما بقول لك شايفه الكم، شايفه الشياكه بتاعته، شايفه التشريب بتاعه والكم وتركيبته وعلوه على الجاكيت نفسه، ماشي؟ هو ده اللي انا عايزه، اي كم ماشي هيتعمل بالتشريب بتاعه بظبطته كده هيديك نفس الشكل ده كده بالظبط. وادي الشكل النهائي للجاكيت عشان تبقى عارفينه بنفس الشكل ده كده بالظبط، ماشي؟ اهو.